عندما يحل الصيف يبدأ موسم الإجازات. بغض النظر عن الوجهة، يحب الألمان السفر في الإجازة بسيارتهم الخاصة. من بين الأمور المهمة للسلامة الإطارات. يباع منها في ألمانيا وحدها أكثر من 50 مليون إطار سنوياً، والعدد في تزايد مستمر. تجارة بالمليارات، لكن من أين تأتي الإطارات؟ وتحت أي ظروف يتم إنتاجها؟ حالة إطارات سيارتي كانت أفضل. لسوء الحظ صارت قديمة ومتشققة، ومن أجل القيام برحلة طويلة في العطلة أحتاج لإطارات جديدة. إذن من بين أبرز شركات بيع الإطارات في غرب ألمانيا الشركة العائلية إطارات شتيبلينغ. استشرت هينينغ لاماركامب وأريد شراء طقم إطارات صيفية جديدة. على الرف هناك العلامات التجارية المعروفة، من ناحية الجودة كلها جيدة، غير أن ما يشغلني هو سؤال آخر. أيمكنني معرفة أين أنتجت هذه الإطارات مثلاً؟ هل هذا ممكن؟ نعم، صنعت في الصين واليابان والتشيك. يبدو أن الإطارات تنتج في كل أنحاء العالم. هل يهتم الزبائن بالشروط التي تنتج فيها الإطارات؟ بالكاد، صدقاً. فبالنسبة للزبائن، الاستدامة وأين تم إنتاج الإطارات ليس مهماً. بالطبع هذا عامل مهم لنا، لكن فيما يخص اهتمام الزبائن بالكاد يهتمون بذلك. لكن هينينغ مقتنع بمنتجاته من حيث معيار الاستدامة. هل هذا يعني أنه يمكن شراء أي إطار بضمير مرتاح؟ تولي الشركات المصنعة الكبيرة أهمية كبيرة للاستدامة، ولهذا أظن أنه يجب على المرء أن يشتري منتجات الشركات المعروفة، بحيث يعرف أنها تأخذ حماية البيئة والجوانب البيئية بعين الاعتبار، وبالتالي يمكن شراء الإطارات بدون تأنيب ضمير. نريد أن نتحقق من ذلك، لذا نتوجه إلى جنوب شرق آسيا. تايلاند هي أكبر منتج للمطاط الطبيعي. في مزارع البلاد يتم جني أكثر من 4 ملايين طن من المطاط كل عام. في العقود الثلاثة الأخيرة ازداد إنتاج البلاد بنسبة 300%. بانكوك هي مركز تجارة المطاط. نلتقي الصحفي في إنتراكراتوك الملم بصناعة المطاط. عبر نافذة السيارة ندرك الدور الذي تلعبه صناعة الإطارات في تايلاند. هنا لا يتم إنتاج المطاط فحسب، ولكن في الغالب الإطارات بأكملها، والتي يتم نقلها بحاويات إلى بلدان العالم. لكن الوصول إلى معلومات عن هذه الصناعة ليس سهلاً. صناعة المطاط مهمة جداً للاقتصاد التايلاندي. لهذا السبب يبقى كل شيء سريا، وقد يعرضكم ذلك للخطر. من الصعب جدا الحصول على المعلومات. وجهتنا الأولى منطقة كاوكاماو جنوبية شرق بانكوك. هنا يزرع المطاط على نطاق واسع. بفضل اتصالاته الخاصة نجح في إدخالنا إلى مزرعة ورثها مالكها عن والديه. في الماضي كانت هناك الأدغال منتشرة في كل مكان. استصلح والداي المنطقة برمتها. في البداية زرعاها بالأرز وقصب السكر، وفي وقت لاحق بالمطاط فقط. خلف منزله مباشرة تبدأ المزرعة. لأول مرة نرى كيف يجنى المطاط. مقطع في لحاء الشجرة يجعل عصارة المطاط تسيل. بعدها يمكن جمعها إما على شكل سائل، أو كما هو الحال هنا عبر تركها تتخثر لتصبح كتلة صلبة عبر استخدام الخل. ومن ثم جني المطاط كقطعة واحدة.
يشغل باو سوبات في مزرعته أكثر من 50 عاملاً. لاحقاً سنتعرف على ظروف عملهم. للتو زرع باو أشجار مطاط جديدة على الرغم من تراجع ثمن الكيلو الواحد بسبب الفائض في السوق. في الماضي كنا نجني مالاً وفيراً من بيع المطاط، لكن قبل 5 سنوات انهار السعر دفعة واحدة. علينا الآن أن ندخر لكي نستطيع تدبر شؤون حياتنا، لكن إذا كان صاحب المزرعة يتدمر فكيف هو حال عماله؟ على حافة المزرعة نجد أكواخ عماله الهشة، جميعهم من كمبوديا، لأن عمال البلد الجار الفقير أرخص من اليد العاملة التايلاندية. أعمل هنا 12 ساعة يومياً وخمسة أيام في الأسبوع وأحياناً أكثر. حل ليل في مزرعة سوبات. العمال الكمبوديون يساعدون للعمل لأن عصارة المطاط تسيل بنحو أفضل في الظلام. يبدأ دوام الليل في 8 مساء وينتهي في 5 صباحا. في الظلام الدامس يخدشون القشرة حول شجرة المطاط بعمق ليتدفق المطاط. نا البالغة من العمر 23 عاماً تعمل منذ 7 سنوات مع أسرتها في المزرعة، وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب. أجني مالاً قليلاً جداً هنا، ما بين 4,000 و5,000 باد شهرياً. من أجل ذلك أعمل نهاراً و4 ليال على الأقل. عمل ليلي شاق بأجر يعادل حوالي 140 يورو شهرياً. هذا الأجر هو نصف الحد الأدنى للأجور في تايلاند. في 5 صباحاً تجتمع الأسرة لتناول الطعام كما جرت العادة، ولكن أحياناً ليس لديهم ما يأكلون. في موسم الأمطار لا يمكننا العمل ولا نحصل على أجر، وفي كثير من الأحيان لا يكون لدينا ما نأكله ونتضور جوعاً. عندما تشرق الشمس تذهب ابنتنا إلى المدرسة. لم ترى أمها إلا لوقت قصير جداً. بقية أفراد العائلة يخلدون للنوم، يملكون فراشين لثمانية أشخاص. في المزرعة شقيقنا هو اليوم المسؤول عن رش المواد الكيميائية. يستخدم الباراكوات سريعة المفعول، وهي مادة محظورة في أوروبا منذ فترة طويلة. داء البالغ من العمر 25 عاماً يشعر بالأمان من خلال وضع قناع تنفس، لكنه لا يدري أن الباراكوات تمتص عبر الجلد ويمكن أن تؤدي إلى تلف حاد في الكبد والكلى والقلب. لا ينبغي له العمل بأي حال بدون ملابس واقية وبأكمام قصيرة، لكن لم يخبره أحد بذلك. قبل الحصاد يجب علينا رش السم والقضاء على العشب، وإلا فالثعابين قد تختبئ في العشب وبين الأشجار وتلدغنا. هكذا تبدو الأرض قبل استعمال الباراكوات، وهكذا تبدو بعد استعمالها. مبيدات الأعشاب تبقى في التربة لعدة أشهر. لا يوجد عامل واحد يرتدي قفازات. بعد الحصاد يبيع باو سوبات المطاط لأميرة المطاط، وهي وسيطة محلية. إنها تملي الثمن وليس له الحق في المساومة كما تقتضي التقاليد. Good night.
من هنا نرسل المطاط إلى مصنع شريكنا لمزيد من المعالجة. بعدها يرسل المطاط الذي ننتجه إلى الكثير من الشركات المعروفة مثل جودير. نستفسر عن المصنع الذي يزودونه بالمطاط الخام. تسأل أميرة المطاط المصنع فيما إذا كان من المسموح إخبارنا باسم الشركة، لكن الشركة تريد أن تبقى مجهولة. بدا أننا تتبعنا شاحنة لنعرف من يتولى معالجة المطاط. تعقبنا ينتهي أمام بوابات مصنع تاي هوا رايونغ للمطاط الذي تملك الصين جزءاً كبيراً منه. طلبنا تصريح تصويره ولكن لم يرغب أحد بالحديث إلينا، وعند وداعنا قيل لنا أنه لا جدوى من تقديم طلب خطي. من السماء يمكن رؤية حجم المصنع الذي تنتقل منه المواد الخام المعالجة إلى جميع أنحاء العالم. لكن بعد ذلك أتيحت لنا فرصة زيارة مصنع آخر رغم أنه أصغر بكثير. المالكة ترينا شركتها التي تزود شركات أخرى ومنها الشركة التايلاندية الكبيرة تاي هوا رايونغ المطاط السائل المعالج. العمال هنا تايلانديون وليسوا كمبوديين، لكن هل يتم الالتزام بالحد الأدنى للأجور 9000 باد أي ما يعادل 260 يورو؟ أكسب 5000 باد شهرياً، وإذا ارتفع سعر المطاط مجدداً فربما 20000. الأمل بمستقبل أفضل هو ما يجعل الناس يواصلون هذا العمل. الحد الأدنى للأجور هو 9000 باد، لكن لا أحد من هؤلاء يحصل على هذا المبلغ، أليس كذلك؟ هم بالطبع ليسوا موظفين، إنهم عمال يوميون ويحصلون على المال فقط إذا قاموا بمعالجة المطاط، بعدها يحصلون على نصف سعر البيع. العمال ليسوا موظفين بل شركاء في الأرباح. بهذه البساطة يتم تقويض الحد الأدنى للأجور في تايلاند. وراء المصنع توجد مزرعة خاصة بالشركة. في الوسط مباشرة يوجد هذا الكوخ الصغير المتهالك. غير بعيد وجدنا زوجين مسنين يجمعان المطاط. عمري تجاوز 80 وعمل هنا منذ 50 عاما. حينها كان الرجل العجوز هو المدير، وكانت المزرعة في الجبال. يعيش المسن مع زوجته كلين سوبا في فقر مدقع حسب المعايير التايلاندية، هذا في الوقت الذي يباع فيه أكثر من 1.2 مليار إطار سيارات في جميع أنحاء العالم. نريد أن نواجه شركات تصنيع الإطارات الكبيرة في تايلاند بنتيجة بحثنا، غير أن شركة بريدجستون اليابانية أكبر منتج للإطارات في العالم رفضت إجراء مقابلة معنا. لم تخبرنا أي شركة من الشركات المصنعة للإطارات عن مصدر المطاط بالضبط. نحاول مع شركة كونتيننتال الألمانية التي افتتحت للتو مصنعاً جديداً قرب مدينة رايونغ. قبل سفرنا طلبنا إجراء مقابلة عدة مرات، لكننا لم نحصل على إجابة على معظم رسائلنا. شركة كونتيننتال من هانوفر هي رابع أكبر شركة منتجة للإطارات في العالم، وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية خاصة بما في ذلك ظروف العمل. سمعنا من البعض أن ظروف المعيشة للعمال في مزارع المطاط في كمبوديا المجاورة أسوأ مما هي عليه في تايلاند، لهذا نشد الرحالة إلى هناك. ننطلق من العاصمة بنوم بين باتجاه الشمال. كما هو الحال في تايلاند، هنا أيضاً مزارع المطاط على مد البصر.
برفقة مترجمنا نريد أن نحاول مرة أخرى زيارة مصنع معالجة المطاط. وجهنا عدة مرات طلبات كتابية للحصول على تصريح تصوير، لكننا لم نتلقى أي رد. رغم أننا لم نحصل على تصريح للتصوير، بيد أنه سمح لنا بإلقاء نظرة على الإنتاج، وصورنا بكاميرا خفية. كما نعرف من قبل، هنا أيضاً يصل المطاط الخام كمادة صلبة أو سائلة. عرفنا من القائمين على المصنع أنهم يصدرون منتجاتهم إلى العالم بأسره. يجب علينا العمل هنا خلال الموسم من 6 صباحاً وحتى 10 ليلاً، لكن عندما يخف الطلب نعمل ساعات أقل. في الجهة الأخرى للشارع توجد مساكن العمال. غالباً ما تعمل الأم والأب وأطفالهما الأكبر سناً في المصنع أو في المزرعة المملوكة للشركة. إنها حياة مزرية. مع ذلك فحال عمال المصانع عادة ما يكون أفضل من عمال المزارع. هنا لديهم حمام خاص بهم ومطبخ. كعمال عاديين يبلغ أجرنا في المصنع لمدة 7 أيام في الأسبوع حوالي 150 دولارا شهريا، إضافة إلى ذلك نحصل على هذا السكن والكهرباء مجانا وعلى 20 كيلوغراما من الأرز شهريا. في ذروة الموسم نحصل أحيانا على راتب قدره 250 دولارا في الشهر. نواصل رحلتنا إلى منطقة راتانا كيري التي لا يزال العديد من مجتمعات الشعوب الأصلية تعيش هناك معا في القرى وتمارس زراعة. من بين تلك القرى قرية كاك على نهر تونلي سان. حتى وقت قريب كان الناس يزرعون حقولهم ويعيشون حياة جيدة ومتواضعة في إطار تقاليدهم، ولكن ذاك الزمان ولى، فأراضيهم الخصبة اغتصبت عملياً، إذ اشترت الشركات العالمية الكبرى الأراضي من الحكومة والتي تعود ملكيتها إلى سكان القرية منذ أجيال. لكن الطلب العالمي المتزايد على المطاط كان كبيراً لدرجة أنه تم إفساد حقول القرويين لزرع أشجار المطاط. حالياً فقد السكان كل أراضيهم تقريباً. عندما اجتاحت الجرافات حقولنا تصدينا لهم، لكن ليست باليد حيلة. سلبونا كل شيء، الكثير من العائلات لم يعد لديها طعام. يرينا زعيم القرية وبويان البالغة من العمر 65 عاماً أراضيهما. هنا حيث كانت محاصيلهما تنمو في الماضي، تحولت إلى أراض قاحلة استعداداً لزراعة أشجار مطاط جديدة. الشركة سلبت منا حقولنا ومقابرنا، وفوق هذا كله استولوا الآن على جبلنا المقدس. يرفض سكان كاك العمل في حقولهم لدى مالكيها الجدد، كما هو حال العديد من القرى الأخرى. يطالبون باسترجاع أراضيهم، لكن ليس لديهم الكثير من الأمل. حالياً أقيمت مستوطنات جديدة في حقولهم، حيث يعيش وافدون من النساء والرجال الذين يعملون في مزارع المطاط الآن، وهم يعيشون أيضاً هنا في ظروف بائسة. كل عام يزداد محصول المطاط في كمبوديا بنسبة 6 إلى 7%. لا يبدو أن هذا النمو سيتوقف. على طرف المزرعة يتم استصلاح الحقل التالي لإفساح المجال لزراعة مزيد من أشجار المطاط وإنتاج المزيد من مطاط إطارات السيارات. لقد رأينا ما يكفي ونعود إلى ألمانيا،
نريد مواجهة شركات صناعة الإطارات بنتائج بحثنا، ونحاول ذلك مجدداً في مقر شركة كونتيننتال في هانوفر. ففي عام 2018 حقق مورد السيارات مبيعات بقيمة 44 مليار يورو و400 مليون. لا أحد يرغب في الحديث إلينا هنا، لكنهم على الأقل أجابوا كتابياً على بعض الاستفسارات. تستخدم كونتيننتال الموارد الطبيعية بعناية وتلتزم بتطوير ودعم وتنفيذ منتجات مستدامة ومسؤولة من المطاط الطبيعي عبر جميع مراحل الإنتاج. كما ورد أيضاً، تدرك كونتيننتال حجم المسؤولية ووضعت نصب عينيها هدف تقديم مساهمة إيجابية ومسؤولة لتعزيز استخراج المطاط الطبيعي المنتج بشكل مستدام. في نهاية الرد، تشير كونتيننتال إلى القواعد السلوكية الخاصة بها. نواصل رحلتنا إلى فرانكفورت لزيارة مقر الاتحاد الاقتصادي الألماني لصناعة المطاط. من بين أعضائه العديد من الشركات المصنعة للإطارات. يتخذ الاتحاد من فيلا في وسط المدينة مقراً له. بوريس إنجلهارت هو المدير التنفيذي للاتحاد. هذا اللوبي لديه أيضاً مدونة خاصة بالقواعد السلوكية التي تبدو جيدة للوهلة الأولى. الاتحاد الاقتصادي الألماني لصناعة المطاط وأعضاؤه يدركون مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه شركاتهم وزبائنهم ومورديهم والبيئة والمجتمع. تستند تصرفات الشركات وموظفيها بشكل خاص إلى قيم التكامل والنزاهة. القواعد السلوكية موجودة منذ وقت طويل. على هذا الأساس تم إنشاء ميثاق الاستدامة، حيث يمكن من خلاله القول إن المرأة مسؤول عن الأشخاص المشاركين في سلسلة إنتاج المطاط، لكن لا يمكننا الوصول إلى المزارع. هذا غير ممكن. في حال تم أنفاق المزيد من المال، سيصل المال إلى المستوى الأول من تجار المطاط، ولكن هناك 7 مستويات أخرى تحتهم، أين الوصول للمزارع مستحيل. نعرض ما صورناه في مزارع المطاط على السيد إنجلهارت. هذا صادم بالتأكيد. لا أجد أي عذر أو تفسير لذلك. يجب علينا الآن أن ننظر للمستقبل فعلا. كما هو حال كونتيننتال، لا ترغب الشركات الرائدة في السوق مثل بريدجستون وميشلين إجراء مقابلة معنا، لكننا نكرر المحاولة في هانو قرب فرانكفورت، حيث توجد ثالث أكبر شركة منتجة للإطارات في العالم جودير. لكن محاولاتنا باءت بالفشل. تلقينا فقط الرد الخطي التالي: لا تشتري جودير المطاط الطبيعي من كمبوديا. نحن نستورد أقل من 5% من احتياجاتنا العالمية من المطاط الطبيعي من تايلاند. وتضيف الشركة: نحن نلتزم بالاستيراد المسؤول للمواد الخام بما في ذلك المطاط الطبيعي. وتضيف أيضاً: نصنع إطارات أعيد تجديدها للسيارات والطائرات التجارية، مما يقلل من استخدام المطاط الطبيعي. لكن لماذا تعيد جودير تجديد إطارات العربات التجارية والطائرات فحسب، وليس إطارات السيارات الصغيرة التي تشكل النسبة الأكبر؟ نزور هينغ هاوس، وهي الشركة الكبيرة الوحيدة لإعادة تجديد إطارات السيارات في ألمانيا في غابة تويتوبورغر. في واقع الأمر، إذا نظرنا إلى الإطارات هنا فإن سطحها مستهلك، بمعنى أنه بالرغم من أن المنتج متآكل بنسبة 20% فقط، إلا أنه يتم التخلص منه. إنها عملية سخيفة بالأساس. بسبب غياب إعادة التدوير الإلزامي للإطارات في ألمانيا، يتعين على أوبيكا يوليوس شراء الإطارات القديمة في الغالب في فرنسا أو إسبانيا. ما هو مآل الإطارات المستعملة في ألمانيا؟ الحالة التقليدية هي أن هناك بالطبع خيارات مختلفة للتخلص منها، ولكن يتم فرم الإطارات ثم تسليمها إلى مصانع الأسمنت التي تحرقها. لكن وبسبب وجود فائض من هذه المواد القديمة، بدأت مصانع الأسمنت بعدم تقبل أي مواد منا، أو بدلا من أن تدفع ثمنها باتت تطلب مالا مقابل حرقها. في ألمانيا يتم حرق حوالي 200,000 طن من الإطارات المستعملة سنويا. أما في جنوب شرق آسيا فيزرع المزيد والمزيد من المطاط لإشباع النهم للمطاط. بالطبع يستخدم أيضا المطاط في عمليات التجديد
ولكن بنسبة أقل بسبعين إلى ثمانين في المئة. هذا إطار تم إنتاجه بنفس ظروف إنتاج الإطارات الجديدة. خطوات الإنتاج كانت متطابقة، فيجب أن تكون لدينا شهادات المنظمة الدولية للمعايير آيزو، ولدينا معايير السرعة المسموح بها والتي لا تقل عن تلك الموجودة في الإطارات الجديدة. لكن الإطارات المجددة لها سمعة سيئة، وهذا ما يستشعره دائما أوبيكا يوليوس. للأمر علاقة بمناقصة لأحد الدوائر الرسمية لتزويد سيارات الشرطة بإطارات شتوية، وعلى الرغم من أنه يقال دائما أننا كحكومة أيضا نهتم بالاستدامة وهي أولوية بالنسبة لنا، إلا أنه تم استبعاد عروض الإطارات المجددة من تلك المناقصة، وليومنا هذا لم أحصل من أحد على إجابة على أي أساس استند البيانات أو حقائق هذا القرار. يهمنا أيضاً أن نعرف ماذا قررت شرطة ريكلينغهاوزن بخصوص الإطارات المجددة. نود أن نتحدث عن ذلك، ولكن لا أحد يريد الحديث إلينا هنا، بل اكتفوا بتقديم توضيحات خطية فقط. كتبوا أنه يجب على سيارات الدوريات أن تتحمل عباء تصل إلى حدود قدراتها القصوى، لكن شرطة ريكلينغهاوزن لم تخبرنا من أين سقت معلوماتها بأن الإطارات المجددة لا تتحمل. نواصل رحلتنا إلى ولاية شليسفيك هولشتاين. في أحد مختبرات الإطارات المستقلة القليلة في ألمانيا، نلتقي الخبير المعترف به رسمياً بيتر كلاينغارن. تقول شرطة ريكلينغهاوزن إنها لا تستطيع استخدام الإطارات المجددة لأن لديها متطلبات عالية جداً. أهذا منطقي؟ لا، نحن نختبر الإطارات المجددة منذ عقود، وكذلك الإطارات الجديدة أيضاً. وعندما يتم تصنيع إطار مجدد من إطار جديد مستخدم عالي الجودة، فإن هذا الإطار الذي تم تجديده سيضاهي الإطار الجديد. ويجب أن تفكر الشرطة وعموم الناس أيضا في الجوانب البيئية والاقتصادية للإطارات المجددة. ولكن اليوم صار بإمكاننا أن نقول فعلا أن مصانع التجديد الحديثة هنا في أوروبا بات بمقدورها مضاهاة الإطارات الجديدة. على كل حال، اخترت هذه المرة الإطارات المجددة، والفضول يتملكني لمعرفة رأي ورشة التصليح فيها. في بادئ الأمر يجب ضبط الاتزان 33، ويعني بأن ضبط الاتزان ممكن ولا يزال ضمن الإطار المسموح به، وهناك علامات تجارية مشهورة ليست جيدة بالضرورة. أنا أتطلع لمعرفة كم هي آمنتنا أثناء القيادة من خلال استعمالي للإطارات المجددة. أكون قد راهنت هذه المرة على الاستدامة، كما أنني أشعر بالأمان الكافي لأبدأ إجازتي.